المفتشية العسكرية تعتبر مدرسة لتعليم الجيش العراقي أسس وضوابط وسياقات الجيش، فأكيد كل وحدة تدخلها المفتشية العسكرية راح تضيف لها الكثير من الملاحظات الإيجابية اللي تخدم عمل المؤسسة العسكرية. ومن خلال هذا التفتيش أثرت المفتشية العسكرية كثير من الجوانب الإيجابية لمديرية الصنف المدفعية، هذا الصنف القتالي، هذا الصنف الذي أعطى الدماء في سبيل تحرير العراق من داعش الإرهابي. قامت مجموعة من التفتيش بإجراء التفتيش التعليمي لمديرية المدفعية ووحداتها. طبعاً يتضمن التفتيش جميع الجوانب اللي خاصة بعمل المقر، والجانب التدريب، والجانب الإداري، والجانب الفني، والتدريب البدني، والجانب الاختصاصي. طبعاً تعتبر مديرية المدفعية أو صنف المدفعية من الصنوف الساندة في الجيش العراقي. لاحظنا وجود اهتمام وتهيؤ كامل القيام بالتفتيش وبكل الجوانب من خلال الاستقبال وإجراء بعض الفعاليات. باشرنا اليوم كضباط في المفتشية العسكرية العامة صنف الإعلام والتوجيه المعنوي دورنا لتعزيز دور الإعلام والتوجيه المعنوي بصورة عامة في كافة وحدات الجيش، وانطلاقا هذا اليوم من مديرية صنف المدفعية في الجيش العراقي. ودائما نؤكد على الجوانب التي تعزز وترفع وتطور من شأن الإعلام والتوجيه المعنوي، كما أن الهدف الرئيسي من التفتيش هو المساعدة وإبداء النصح والإرشاد والمشورة باتجاه إيجابي دائما. تستقبل المدرسة الضباط المدفعية الدورات الأساسية والتطويرية والحتمية بالإضافة إلى الدورات الاستثنائية. استعداداتنا إن شاء الله زينة، وأيضا السادة المفتشين اعطونا التوجيهات اللي راح نمشي إن شاء الله نخليها دليل عمل إنه للنهوض بهذه المدرسة العريقة إن شاء الله.